كان كاتب فتوى وكان قايل فيها من سنتين تقريبا على ما اظن ان تكفير المسيحيين لا يعني عدم التعايش السلم معاهم. الامر اللي عمل ضجه ورد فعل الحقيقه، وانا قبل ما ادخل لايد زماننا الاستاذ اسامه منير المذيع كاتب يعني الحقيقه وفي ردود عليه قوي، هو ده كان وقته الحقيقه؟ وهل نحن نكفر؟ وهل المسلم يكفر اي حد؟ فالحقيقه يعني انما لازم نسمع وجهه نظر الدكتور عبد الله رشدي معانا على الهواء. اهلا وسهلا بيك وكل سنه وانت طيب يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا بيك. عامله الكلام اتنشر على صفحتك يا فندم وعامل رد فعل الحقيقه مش لطيف، وفي هذا التوقيت بالذات احنا بنحاول نلم الشمل وقاعدين نتكلم الى والله واحد. يسأل عن هذا الكلام من نشره الان يشوف هو نشره ليه. انما ده كلام انا قلته من سنتين ووضحته يا استاذ سيد 100 المرات، وقلنا كتير ان انا غير مؤمن باللي عند غيري وغيري مش مؤمن باللي عندي، شيء طبيعي، الافكار متباينه، لكن المجتمع يتسع الجميع، كلنا نعيش مع بعض في سلام. قضيه بديهيه بسيطه يعني مش محتاج ان احنا نضخمها ونكبرها كده، وانا وضحت الكلام ده من سنتين، لكن يبدو بس ان انا امال ليه عاده امبارح واقول يعني والله ما اعرفش بقى. يسأل من فعل ذلك عمل كده دلوقتي ليه؟ بس يتسأل اللي عمل كده دلوقتي عمله ليه؟ انا مش عارف، الاحتمال عشان انت خدت حكم محكمه والله يفتح عليك مره اخرى بس كده. هو اللي بيعمل كده عمل كده. طب نوضح دي للناس يا فندم. الدكتور عبد الله رشدي حصل على حكم، وديني موضحها وبوضحها تاني. انا كانسان مسلم لي اعتقاد معين، المسيحي له اعتقاد معين، البوذي له اعتقاد معين، اليهودي له اعتقاد معين، وهكذا. كل الاعتقادات دي متخالفه مش زي بعضيها، فطبيعي ان انا مؤمن بالحاجه بتاعتي ومش مؤمن بالحاجه اللي عند غيري، وطبيعي ان غيري مؤمن بالحاجه بتاعته ومش مؤمن بالحاجه اللي عندي. مساله بديهيه، انا حضرتك مؤمن مثلا بالديمقراطيه، اذا انا كافر بالراديكالية وكافر بالديكتاتورية. أنا مؤمن بالرأسمالية، إذا أنا كافر بالشيوعية والاشتراكية. هي مصطلح لغوي ليس إلا، والناس بس بتحاول تكبر الدنيا مش أكتر. فطبيعي إن أنا مؤمن بما في ديني وغير مؤمن بما في غير دين غيري، وبرضه دي غيري زيي، نفس القضية هي يعني. وأنا وضحت الكلام ده كتير بما يغني عني. أنت شايف إن إعادة نشر التويتة اللي كتبتها من سنتين تزامنت مع عودتك للخطابه بحكم محكمه، وبالتالي البعض يريد ان هو بينبش حتى لا تعود الى الخطابه؟ والله بقى اللي عايز ينبش ينبش براحته، انا بحترم احكام القضاء المصري، والكلام اللي انا قلته من سنتين ما فيش فيه اي حاجه غلط ولا اي حاجه تخالف الدين، بل ده بغض النظر عن الدين دي قضيه عقليه. ما هو ما فيش انسان بيؤمن بالحاجه وضدها، ده ما حصلش في الدنيا كلها يعني، الا لو حد مجنون بقى يبقى دي حاجه ثانيه. فطبيعي انا بقول انا مؤمن باللي عندي ومش مؤمن باللي عند غيري، بس انا وغيري كلنا بنحترم بعض، وكلنا المجتمع يسعنا مع بعض، وكلنا بنبني البلد دي مع بعض. ايه الصعوبه في الكلام اللي انا بقوله؟ وكلام من سنتين ولكننا كامه يا دكتور عبد الله، من يحاسبنا ومن يكفرنا ومن يدخل الجنه ومن يدخل النار هو الله سبحانه وتعالى، وان معظم المسيحيين الذين يعتقدون بالمسيحية الصحيحة يؤمنون بالله إلها واحدا، ونحن نؤمن بالله إلها واحدا الحقيقة. وأحيانا بعض الحاجات الفقهية والعقائدية لا يجب حتى أن توضع على الصفحات الشخصية، ولكن مكانها المسائل المغلقة، لأنك تعلم أن لفظ الكفر يسير كثيرا جدا جدا، وفي تلك الأوقات تحديدا يا دكتور عبد الله. والله الاوقات دي انتهت برضه من سنتين، وانا بقول لحضرتك لم تعد حتى لو من سنتين برضه يا دكتور عبد الله، يعني حتى لو من سنتين. لا مش فاهم يعني ايه حتى لو من سنتين. انا احيانا يعني يا دكتور عبد الله في واحد حاطط عليه سنة حضرتك، هو حضرتك بتؤمن بالشيء وضده؟ ينفع برضه حد عاقل يقول كده؟ انا مش مؤمن بحاجه عند غيري، انا حر، لكن غيري لو عندي ان انا احترمه. يعني حضرتك يعني ايه حد غير عاقل؟ يعني حد عاقل يعني حضرتك بتتهمني يعني يا دكتور عبد الله؟ لا يا فندم، انا بقول لحضرتك انا بناقشك يا فندم، انا بناقشك بمنتهى الادب. انا بناقش حضرتك وانا برضه بناقش حضرتك بمنتهى الادب، هل في حد في الدنيا عاقل يؤمن بالشيء وضده؟ مستحيل يا استاذ السيد، مستحيل. يعني ايه الشيء وضده يا فندم؟ انا بقول لك ان الغالبيه في مسائل عقائديه يا فندم يجب الا توضع على الصفحات الشخصيه، ولا تبقى على العامه يا فندم. ده
ده رأي حضرتك الشخصي، وأنا رأيي وضحته وقلته من سنتين ووضحته كتير جدا، ورديت على حضرتك ووضحت في كل الأحوال، في كل الأحوال يا سيدي، في كل الأحوال يا سيدي أنا أعطيت حضرتك الفرصة لأني وجدت أن هناك شبه فتنة موجودة. فأنا الحقيقة طبيعة هذا البرنامج وأخلاقنا المهنية تقول أن نجيب صاحب الشأن ناخد رأيه في المسألة.